رح نحكي عن مفهوم التحفيز كمهارة أساسية بتاخذنا لعالم النجاح والتألق والتميز بحياتنا الشخصية والعملية. ومين من اليوم ما مرق بظروف صعبة وحس إنه ما عاد قادر يعطي أو يكمل بالشي يلي فيه، فمنشوف إنه هو بكتير حاجة لدعم وتحفيز، إن كان ذاتي منابع من ذواتنا، من تفكيرنا، من نظرتنا للحياة، أو ممكن يكون من الأشخاص اللي حوالينا يلي بيدعمونا بيقفوا جنبنا. أكيد هايدي، دائما موضوع التحفيز هو عامل أساسي بنجاح أي حدا فينا، ودائما المحيط هو قادر يكون إيجابي بالدعم وقادر يكون سلبي بالتحطيم. خلينا ناخذ مثال على مجال العمل. اي حدا فينا ضمن مجال عمله اذا حس حاله انه هو عم يتعب وعم يعطي وما لقى ولو كلمه شكرا، فهذا الشيء اكيد حيكون تاثيره سلبي. أكيد. واكيد العكس صحيح، وقت اللي انا اليوم مديري او صديقي بالعمل عم يقول لي شكرا يعطيك العافيه اليوم قدمتي شيء حلو، فانا هذا الشيء عم يعطيني دافع اني اقدم افضل باليوم الثاني. حنحكي عن هذا الموضوع، التحفيز وقد ايه هو مهم بحياه كل شخص فينا. وضيفتنا لليوم هي الاخصائيه التربويه مي سعليا. يسعد صباحك. صباحي وصباح المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. شو هالجمال اليوم، هاي تحفيز من عندي. شكرا كثير. تحفيز ولا مو تحفيز؟ والله تحفيز. صحيح، يعني يمكن اكيد الكلمه كثير بتاثر فينا، وما في حد اي انسان لما يتاثر بالكلمه الحلوه وبتعطيه دفع وطاقه ايجابيه لحتى يكمل يومه. هون يعني بدنا نسالك اليوم، يمكن اي شخص بحاجه للتحفيز من الاشخاص اللي حواليه، من المحيط يلي جنبه، يمكن مثل ما ذكرنا كلمه حلوه ممكن تخليه مبسوط، كلمة بشعة ممكن تحبطه، يعني ابتسامة. خلينا بداية نوضح مفهوم التحفيز، شو نقصد فيه؟ التحفيز هو مهارة أساسية وسبب رئيسي لنجاح أي إنسان. يعني كل حدا فينا بيحتاج لطاقة، لدافع، لحماس، لحتى يضل مركز ومكمل لحتى يحقق هدفه خطوة بخطوة. هلأ المسافة بيننا وبين أي هدف موجودة، بجوز تكون قصيرة طويلة، بس بحاجة دائما لتحفيز. هلأ في مقولة أنا كتير بتحبها بتقول من غير الممكن أن تعمل نفس الشيء وبنفس الطريقة وتتوقع نتيجة مختلفة. مثلا أنا عندي طالب بيعرف هدفه، أنا هدفي بدي أدخل كلية معينة وبعرف شو هي الخطوات لحتى أوصل لهالهدف. بس أنا حدا كسلان، ما بيشتغل، ما عنده حماس، ما عنده طاقة، هذا الشيء اللي افتقده وما بيخليني لحتى أدرس، هذا بسميه الحافز. طبعا وهذا الحافز ممكن أنا أخده يكون نابع من ذاتي وبيتأثر بمشاعري وعواطفي داخلية، وممكن أنا أستمده من الآخرين. اليوم بهاي النقطة عم نحكي عن أنواع التحفيز، إن كان ذاتي أو خارجي. اليوم شو انعكاس كل نوع منهم على النفس البشرية؟ هلأ أول شيء أنه أنا لحتى أكون إنسان محفز لازم أنا أكون متحفزة من جوا، يعني أنا ما بقدر أنا أحفز شخص وأنا محبطة. الانعكاسهم بشكل إيجابي، يعني وقت اللي بيكون التحفيز هو نابع مننا يعني. طيب هلأ لما أنا كل إنسان بينطر أي شخص لحتى يكون سند لإله، أو بحاجة شخص يكون داعم لإله، مثل ما قلنا سواء بكلمة حلوة، سواء بنظرة، بابتسامة، سواء بموقف مادي، بهدية، بجائزة، معنوي أو مادي. اليوم معنوي ومادي. سامعة يا هايدي؟ لما بيجي حفزيني. لما هلأ أنت حفزتيني، لما بيجي أي شخص بيقول لك إنه أنت قادرة، أنت بتوصلي، أنت رح تكملي، أنت رح تنجحي، هذا الشيء بيعطيكي دفع وطاقة لقدام. بس كيف إذا هذا الشيء كان نابع من داخلك؟ أنا فيني وقف قدام المراية وأقول أنا قادرة، أنا بوصل، أنا رح أنجح، أنا رح أحقق أهدافي، أنا رح أتجاهل كل حدا بيقلل من قدراتي، هذا بيخليني أنطلق. إذا كان هذا موجود عندي ذاتياً وأنا جاني حافز لسه كمان خارجي، فيا سلام. هي بالنهاية صوت وصدى القصة يعني، ودائماً تأثير الطاقة كثير مهم بحياتنا. تحفيز مثل العدوى.
يعني أنا لما بتكون هالشرارة بداخلي أنا بقدر أنقلها لكل الأشخاص، بس أنا بكون محبطة ما بقدر أنقل أي هذا الحافز. يعني ممكن من كلامك حاولنا نفرق بين الداخلي والخارجي إن كان كتحفيز. خلينا نروح لموضوع ثاني، أهمية انتقاء الأصدقاء الإيجابيين بحياتنا. اليوم يمكن الأطفال هنون الداعم الأول إلون أو المحفز إلون هنون أهاليون أو المدرسة عندهم، بينما نروح للكبار شوي يلي هنون فعلا ممكن يلجأوا للأصدقاء للناس يلي حواليهم وياخذوا دعم. خلينا نوضح نحن اليوم قديش مهم نختار رفيق صح يدعمنا يوقف جنبنا، يعني رغم بساطة هاي الأمور إلا أنه ممكن تعمل فرق. طبعا أنا مثل ما قلت هلأ نحن كلياتنا بحاجة لشخص إيجابي بيكون بحياتي، شخص أعتبره سند، أعتبره أنه هو ملجأي لما أنا بكون محبطة، قادر يسندني، قادر أحكي له، بس بنفس الوقت قادر أحس أنه بيشاركني هذا الشيء. التحفيز هو مو مجرد كلمتين حلوين ينقالوا خلاص أو مجرد رفع معنويات، لا، بده يشتغل معي، يحسسني أنه هو عم يشاركني، ما بدي أقول فشلي، التحدي اللي أنا موجودة فيه. صحيح. لأنه أنا لما بخفف من وقع المشكلة اللي أنا فيها وبسميها تحدي، أنا هيك بتجاوزها بسهولة أكبر، سواء أنا كنت موجودة لحالي أو بوجود أشخاص أنا مؤمنة فيهم، سواء أخ، أخت، زوج، صديقة، صديق. قدي اليوم نحن مهم نلاقي بحياتنا ناس إيجابيين، يعني ضمن الظروف اللي كنا عم نعيشها والظروف اللي مرقت، صرنا نشوف الناس راحت لموضوع التشاؤم أكثر، السلبية أكثر، يقول لك أنا على شو بدي أتفائل، على شو بدي أكون إيجابي، واليوم الظروف كلها عكس الحياة مثل ما بيقولوا. حتى لما بتفتحي عفوا التلفزيون بتلاقي ما في شيء بفائلك، بتلاقي أنا بضل أضحك بقولي ما بفائلك. أنا خلص محبطة، ما عاد في شيء يحفزني. صحيح. خاصة بقى كيف إذا كان في عندي ناس عم يسحبوا طاقتي. عم نحكي اليوم عن هذا القصة أنه الظروف أحياناً ما بتساعدك لحتى تكوني أنت قادرة تنجحي بعملك أو قادرة تكوني إيجابية ضمن مجتمعك. فممكن أنا اليوم بلش بمشروع رغم أنه أنا عم حاول أنجح ولكن أنا اليوم فشلت. هذا العنوان وقت نقول فشل هو كلمة مخيفة طبعاً. في ناس تسبب لها فوبيا يعني، وفي ناس بتقلك لا أنا كانت هي دافع لإلي، أنا سميتها محاولة، أنا جربت مرة وتنتين وأنا جربت مرة وتنتين وعشرة ووصلت. وأنا هيك هلأ أنا من الأشخاص اللي إذا حسوا أنهم ما نجحوا ما بدي أقول ما فشلت، كلمة ما نجحت أخف هيك على الإدنة. يمكن أغلب الناجحين بالحياة اليوم أكيد مرقوا بكثير من المحطات فشل بحياتهم، بيقولوا أنه أنا سبب نجاحي المعاناة. هلأ أنا معك بهاي الفكرة، بس إذا أجينا على أرض الواقع بشكل عام وشوفي الناس اللي حوالينا، أنا لما بفشل شو بيصير؟ لما بيفشل أي بشكل عام النسبة الكبيرة الشخص يعني أيوة هون. لما بيفشل بيتألم وبيحزن يحبط، ممكن يوقف بس لحاله، بس حزنه وألمه وإحباطه هو شخصي لحاله، يعني اليوم مجتمع ما أنه مؤثر طبعا. بس أنا نعرف كتير نماذج بحياتنا، أما الأشخاص اللي استغلوا فشلهم وقدروا ينجحوا، هدول أشخاص عليهم مضوين عليهم أكثر، يعني هن نسبتهم قليلة بس لأنه تمت الإضاءة عليهم أكثر على السوشيال ميديا. أو بدي أسألك يعني بما أنه عم نحكي عن الفشل، يعني قد إيه مهم اليوم نحن نشوف تجارب الآخرين، الناس اللي فشلت ونجحت، نتعلم منهم ونشوف كيف تخطوا هذا الفشل. قد مهم احنا ننظر للاخر بتجاربه. الانسان بطبيعته بيحب بينجح وبيحب يشوف نجاحات غيره لحتى تحفزه، هذا الشيء اكيد. بس انا بالبدايه قبل بس بدي ارجع لنقطه، انه انا لما بحس بالفشل او حسيت انه انا واقعه بمشكله، انا بدي انا بحولها، بقدر احولها لنجاح. انا ما بدي احكي حكي تنظيري، بس انا ما لازم اتجاهل المشكله، يعني انا لما بدي اهرب من المشكله بالعكس هي بتجي بترافقني اكثر. انا لازم ما اتجاهلها ولا انغمس فيها، لازم اعيشها وحس فيها، حس فيها وجرب اكثر لحتى احاول انجح. ودائما يعني من العثرات ومن التجارب ان كان سلبيه وان كان ايجابيه، نحن اليوم عم ناخذ خبره بالحياه اكثر، خبره بالحياه العمليه. ودائما نرجع بنقول التحفيز الذاتي والخارجي هو جدا مهم، وخاصه طبعاً خارج ضمن الظروف اللي عم نعيشها. يعني اليوم نحن الوضع الاقتصادي ما بيناسب الجهد والتعب اللي اليوم اي شخص عم يؤديه. فاليوم كلمه شكرا، كنت اليوم حلو، اعطيت شيء حلو، ممكن تكفينا كلمه بترفع ناس. وشكرا لصباحك اليوم، شكرا لتواجدك، شكرا لكل الكلمات. شوي نصائح
نصائح نعطي نصائح ولو بشكل سريع. ماشي. اول شيء انه بحب كنت حابه كثير احكي شغلات على الاشياء اللي بتحفزنا انه بشكل سريع اللي هي ممكن تكون الانجاز اللي هي انه النمو. انا دائما اتعلم كون بموضع مسؤوليه وخلي الاهالي دائما يخلوا اولادهم بموقع مسؤوليه. لما اكون انا قد لما بشغل الطفل كعريف بالصف يحس قديش بينبسط انه اهتميت فيه وصار مسؤول. صحيح. وهذا الشيء بيحفزه دائما. وكمان في عندي انه لازم اهتم بالجوائز بالمكافآت هالقصص هي بالكلمه الحلوه. اعتمد على نفسي دائما وحط هدف وخطط. سواء انا اليوم في الصبح بقول انا اليوم بدي اعمل هيك على مستوى يومي او شهري او اسبوعي او سنوي. حط خطط وحاول اني اوصل لها مرحله بمرحله. حاول حافظ على اشخاص ايجابيين بحياتي يكونوا سند معي. كمان لازم اشوف نجاحات غيري. كافئ نفسي دائما وراقب ادائي. وبالنهايه برجع بقول بعتمد على نفسي لانه ما حدا قادر انه يتحكم بغير انا بمساحتي انا بفكري انا. أكيد. وما حدا قادر يغيرنا غير انه نبدا من انفسنا. صحيح. ان شاء الله بتضلوا بالف خير. شكرا. وتضلوا دائما هيك تنشروا الطاقه شكرا الايجابيه. شكرا لك يا ميس. شكرا لك الطاقه الحلوه اللي اعطيتينا اياها اليوم. يسعد صباحك الاخصائيه التربويه ميس عليا. شرفتينا ونورتي صباحنا.